السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا خبر جديد ضد وزير التربية والتعليم، ضد مش مع وزير التربية والتعليم. تم اليوم الطعن على المنشور الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي يتضمن إلزام أولياء الأمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستويها وطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتابي الطالب أو كتاب الطالب والنشاط كونكت بلس لصالح شركة لونج مان، مش عارف طلعت لها منين دي، لمخالفة القرار للمادة 19 من الدستور اللي كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين في مرحلة التعليم الأساسي. تمام يا جماعة؟ طب هنا بقى إيه اللي يحصل؟ طبعا لما سمعت الخبر ده قلت لازم أتصل بمقدم الطعن وهو الأستاذ عمرو عبد السلام، وهنسمعه دلوقتي وهو بيتكلم عن الموضوع ده. اتصلت بالأستاذ عمرو عبد السلام جزاه الله خيرا، قدر يفسر الموضوع ده. فسألته ايه موضوع الطعن وايه شركة لونج مان وايه السبب، وده المفروض اصلا من مبادئ واساسيات واهداف ثورة 23 يوليو و25 يناير، معظم الثورات الاجتماعية كلها بتهدف الى مبدأ العدالة الاجتماعية وهو مجانية التعليم. قالك ممنوع، وكمان ايه، وحذرت تحصيل اي رسوم للطلاب مقابل تقديم الخدمات التعليمية التربوية. تمام الكلام ده الاستاذ عمرو عبد السلام المحامي وحميده جميل برنس المحامي عملوا الكلام ده وقدموا بلاغ للنائب العام، تمام، ضد الواقعة دي، وده قدامكم سلطة الإيصال الإداري اهوت مجلس الدولة الديوان العام القضاء الإداري أول درجة الدائرة السادسة، دعوة رقم 63995 لسنة 93 شق عاجل. تمام مقدمه من عمرو حسن عبد السلام ضد وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع ورئيس قطاع التعليم العام. الطلبات ولا قبول الطعن شكلا، ثانيا وبصفة مستعجل. ده يا جماعة الطعن اهي، يعني ما بنجيبش حاجة الا بالمستندات يا جماعة. ده هنا قدامكم البتاع اللي هو النص اللي هو 300 جنيه، وانا عرضته قبل كده في فيديو سابق، وقدامكم ايصال الايداع اللي هو الطعن. نسمع بينا يلا الاستاذ عمرو عبد السلام بيقول ايه، وهنشوف الكلام ده كله، وانتظركم في التعليقات وانتظرونا في كل جديد ان شاء الله على قناتكم قناه اجيال اندلس. يلا بينا نسمع الاستاذ عمرو عبد السلام هيقول ايه. مساء الخير يا اسامه بيه، ازيك يا غالي، تحياتي لحضرتك والجميع المتابعين لقناه الاندلس التعليميه. الله يكرمك. طبعا هو كان تقدمت انا والاستاذ حميد جميل ببلاغ المعالي المستشار النائب العام ومعالي وزير هيئه الرقابه الاداريه بخصوص المنشور اللي صدر من رئيس قطاع التعليم العام والموجه الى مديريات التربيه والتعليم بالزام اولياء الامور بدفع قيمه ثمن كتب كونكت بلس المقرره على طلاب مرحله رياض الاطفال بمستوياتها كي جي 1 وكي جي 2 وطلاب الصف الاول والثاني الثانوي والمقدرة بمبلغ 300 جنيه. طبعا هذا المنشور يعد مخالفة صريحة لما نص عليه الدستور المصري وقانون التعليم رقم 39 لسنة 81 الذي ينص على مجانية التعليم. طبعا احنا عارفين ان مجانية التعليم مبدأ أساسي في الدستور المصري وفي قانون التعليم، وقانون التعليم نفسه حظر على وزارة التربية والتعليم ان هي تتلقى او تقوم بجمع اي مقابل مادي نظير الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها لطلاب مرحلة التعليم قبل الاساسي. وده من اهداف الثورة برضو يا استاذ عمرو، ده اهداف ثورة 23 يوليو. طبعا طبعا يا فندم، ده كان من مبادئ واهداف ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير وثورة 30 يوليو. ايوه اللي هو مبدأ عدالة اجتماعية يعني، ده اساسي يعني. تمام، فطبعا بالاضافة الى ان وزارة التربية والتعليم بتحصل على نسبة 4% من الناتج القومي من الدخل المصري المعتمد في ميزانية الدولة كل عام، وهذه النسبة المفترض انها مخصصة للانفاق على التعليم في مصر. فلما تيجي وزارة التربية والتعليم وبدون اي مقدمات وبدون اي داعي تتعاقد مع شركة قطاع خاص علشان خاطر تسلمهم تسليم اهالي، تسلم اولياء الامور تسليم اهالي لشركات القطاع الخاص، ان المفترض ان الوزير في كل مؤتمر بيصرح ان الهدف من تطوير منظومة التعليم هو محاربة الدروس الخصوصية ومحاربة دور النشر
اللي بتقوم بطبع الكتب الخارجيه، لما يجي هو بشخصه وبنفسه يتعاقد مع شركه قطاع خاص في ان هي تفرض مبالغ خياليه على اولياء الامور وتكلفهم فوق طاقتهم في ظل الاوضاع اللي عايشينها المترضيه وظل حاله الغلاء اللي الشعب المصري كله مكتوي بيها وبيعاني بيها، بيجي يفرض اعباء ماليه زياده على الاعباء اللي هم بيتحملوها، فنقول له اللي انت بتعمله ده غلط ومخالف للقانون. طبعا احنا كنا تقدمنا ببلاغ للنائب العام، لان اللي حصل ده بخلاف ان هو مخالف للقانون والدستور الا ان هو بيشكل جريمه جنائيه منصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تمثل جريمه الغدر التي يرتكبها الموظف العام في ان هو يحصل من الجمهور ومن المواطنين مبالغ غير مستحقه. ان احنا مفترض عندنا ان في مبدا دستوري بينص على انه لا رسوم الا بنص قانوني، لا رسوم ولا ضرائب الا بنص قانوني. يعني ما ينفعش ان اي موظف في الدوله ايا كان منصبه حتى لو كان وزير ان هو يغتصب سلطه البرلمان ويصدر قرار في صوره تشريع يلزم المواطنين بدفع مقابل مادي لاي خدمه هو بيقدمها. وبالتالي اللي ارتكب وزير التربيه والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام يشكل جريمه جنائيه منصوص عليها في قانون العقوبات، وهي جريمه الغدر. فطبعا احنا بخلاف هذا البلاغات التي تقدمنا بها للنائب العام، تقدمنا ببلاغ اخر لرئيس هيئه الرقابه الاداريه، لان طبعا اجراءات التعاقد مع شركه ترونج مان بالامر المباشر بيحطها الكثير من الشك والريبه فسمسره. يعني طلب ان احنا في عندنا قانون اسمه قانون المناقصات والمزايدات. قانون المناقصات والمزايدات ده نص على ان الجهات الحكوميه التي تتعاقد مع شركات القطاع الخاص بيحكمها عدة قواعد. التعاقد ما بيكونش بالامر المباشر، لازم ان التعاقد بيكون عن طريق المزايده العامه او المناقصه العامه. مناقصات ان اكثر كل الشركات التي تشتغل في هذا المجال بتقدم عروض وبتقدم مواصفات المنتج الذي سيكون محل التعاقد، وبتشكل لجان من وزارة المالية ومن السادة أعضاء مجلس الدولة القضاء ومن الرقابة الإدارية تمام لفتح وفحص المظاريف المغلقة علشان خاطر يشوفوا أقل عرض اتقدم وأكثر منتج يتميز بالجودة ويفحصوه. إنما إن هو عشان تيجي وزارة التربية والتعليم تتعاقد بدون أي مقدمات وبدون ما تعلن عن طرح هذا التعاقد في الجرائد اليومية واسعة الانتشار وتختص هذه الشركة بالتعاقد معها مباشرة وتمنحها ميزة إن هي تحصل مليارات الجنيهات من دم أولياء الأمور، احنا لازم نحط علامات استفهام كتيره ونخلي الجهات الرقابيه تفحص هذا التعاقد، ان هذا التعاقد فيه شبهه مخالفه القانون. لماذا شركه توم جمان بالتحديد هي التي تم التعاقد معها؟ بالاضافه الى هذه البلاغات تقدمنا ايضا بالامس بطعن امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله لالغاء المنشور الذي صدر من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم لوقف تحصيل المبالغ الماليه المقرره على اولياء الامور بالنسبه لاولادهم اللي في الصف الاول والثاني الابتدائي وطلاب مرحله رياض الاطفال بمستوياتها كي جي 1 وكي جي 2. ربنا يجزيه خير والله يا استاذ عمرو. يعني الحاجات دي ان شاء الله اكيد ان شاء الله ممكن يوقفوا المبالغ دي يا فندم. هو ان شاء الله يعني بدون مقاطعه وبدون خلاف محكمه القضاء الاداري هتحكم بالغاء هذا المنشور وهذا القرار، لانه هناك مخالفه صريحه وغشيمه للدستور وبيعارض وبيخالف مبدا مجانيه التعليم اللي نص عليه الدستور وقانون التعليم رقم 139 سنه 1981. يا رب يا زعم الناس تفرح، يعني يبقى الناس مطحونه يعني. فان شاء الله يا فندم ربنا ييسر الحال، وفي خلال الايام القادمه سيتم تحديد موعد لانعقاد اول جلسه بالنسبه لوقف هذا القرار. يا ريت والله يا زعم. والله جزاك خيرا يا استاذ عمرو، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. تحياتي الف شكر يا باشا. الف شكر. تحياتي يا فندم. تفضل.